ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ وحشتوني. انا عاملة فيديو، يعني بقالي كتير ما ظهرتش على القناة بتاعتي، فكنت حابة ان انا اعمل فيديو اتواصل معاكم بيه. طبعا انتوا عارفين ان انا كنت غايبة عنكم الفترة اللي فاتت، كان غصب عني طبعا، كان دخول المدارس، وانتوا عارفين مشروعي مشروع الحضانة، فانا ما ينفعش ان انا اسيبه او اتهاون فيه في اول العام الدراسي. وعامة طول السنة ما ينفعش ان انا اتهاون فيه، ولازم ابقى متواجدة حتى لو كان في معايا مدرسين وناني وكده، بس لازم ابقى موجودة. يعني الحمد لله، يعني بثقة الناس هم بيبقوا واثقين في وجودي وبيبقوا عايزين شغلي، والحمد لله، اللهم لك ألف حمد وألف شكر. يعني الواحد بيطلع ولاد كويسين ومتأسسين والدنيا كويسة معاهم. كنت حابة النهاردة أتكلم في كذا نقطة. الأول بعد ما يعني شرحت لكم فكرة إن أنا كنت غايبة ليه، بسبب دخول المدرسة، وكان بسبب إن أنا أهتم بولادي برضو. أنا عندي السنة دي ثانوية عامة، بنتي الكبيرة ادعوا لها ربنا يكرمها إن شاء الله، هي وكل اللي زيها. والثانوية عامة السنة دي يعني تقيلة شوية بقى النظام الجديد، فكنا مشغولين شوية، وبرضو ده خد من وقتي ومن وقت القناة. وولادي طبعا انتوا عارفين ان انا بسم الله ما شاء الله معايا 4 ولاد، ربنا يبارك لي فيهم يا رب، وعايزين رعاية واهتمام شوية. والواحد ما بين هنروح لا مش هنروح المدرسة، لا الدنيا ايه، فده كان برضو شاغلني شوية وكان واخدني عن القناة. بس ان شاء الله ربنا يسهل الفترة اللي جاية، هتلاقوا فيه فيديوهات كتير وهتلاقوا فيه ريفيوهات كتير معاكم. النهاردة انا كنت حابة ان انا ادخل واعمل الفيديو ده. في كذا نقطة بصراحة ربنا الفترة اللي فاتت استفزتني قوي، سواء مع أولياء الأمور أو مع الأطفال الصغيرين، وبالذات أولياء الأمور. على فكرة أنا ما بيتعبنيش خالص الولاد الصغيرين، يعني هو اللي بيتعبني التعامل مع أولياء الأمور، واختلاف الثقافات واختلاف البيئات واختلاف المستويات. بس أكتر حاجة لفتت نظري الفترة اللي فاتت المقارنة. انا ما بحبش المقارنه، ما بحبش المقارنه في اي حاجه، ما بحبش المقارنه ما بين طفل وطفل، ما بحبش المقارنه ما بين مستوى ومستوى، ما بحبش المقارنه ما بين شطاره وشطاره، جمال وجمال، ما بحبش المقارنه. كل واحد ربنا اصطفاه بكل شيء عنده، سواء جمال، سواء ذكاء، سواء لباقه، سواء اسلوب. معلش بقى، انا اسفه على صوت كريم ابني ربنا يهديه، يعني كالعادة يعني الصوت شوية دينا لو سمحت. الصوت يا دينا، اقفلي الباب. بعتذر لكم مرة تانية. المقارنة بفاجئ ان في اولياء امور بتجيلي مثلا تقدم للطفل عندي في الحضانه، والطفل يبقى كويس، يعني احنا بنشتغل معاهم كلهم زي بعض، بياخدوا اهتمام وبياخدوا رعايه وبياخدوا شغل كويس مننا، واحنا بنشتغل مع كل طفل على حده. يعني هي حضانه بس احنا، او يعني احنا بنشتغل بمنهج تعليمي تربوي، بس احنا عندنا كل طفل على حده، يعني مش بنشتغل زي المدارس مثلا النهارده حرف هنشرحه للكلاس كله، فلو طفل غاب كده فات عليه الحرف. طبعا ده مش نظامنا، احنا يعتبر بنشتغل مع كل طفل على حده زي كانه درس، فلو هو غاب النهارده من اللي احنا شرحناه فهو بكره هيتشرح له تاني، فما فيش اي مشكلة في الموضوع ده. بس انا بفاجئ ان في اولياء امور بتقارن طفل بطفلة. هي النهاردة جاية تقدم لابنها، فابن خالته او خالته عجبها شغلنا فجت تقدم لابنها عندنا، فبقت المقارنة ما بين الطفل ده وما بين الطفل ده. طبعا يا جماعة، يعني كل طفل وليه يعني شخصيته وليه إمكانياته الذهنية والعقلية ومستوى الذكاء ومستوى الإدراك، فده ما فيهوش نقاش. بيبقى ساعات بيجيلي 2 توأم، طفلين توأم من أب وأمه يعني واحد، وبيبقوا مختلفين، وده شيء طبيعي. في طفل بيبقى شاطر كتابيا ومش شاطر مثلا قراءة أو تحصيل قراءة أرقام أو حروف أو وفي طفل تاني بيبقى لا شاطر تحصيل ومش شاطر كتابة، خطه مش حلو. فده بيبقى فيه فروق فردية ما بين كل طفل وطفل. في طفل بيبقى هادي، في طفل بيبقى متفاعل أكتر مع الأطفال وشقي وبيحب الحركة والكلام ده.
فافاجئ اني لا، انا اصل هو عايزه، هي عايزاه يبقى زي ابن خالته، او هو عايزاه زي ابن عمه. طب انت ليه كتبتي شاطر ابن عمه وما كتبتليهوش هو؟ طب انت ليه هو؟ طب هو انا ابني وحش مع اني انا ابني هو اللي جاي الاول الحضانه؟ طبعا انا يعني بزعل قوي من الكلام دوت. يا جماعه المساله مش كده خالص، المساله مساله ان ده غير ده. ممكن ده يبقى متفاعل معانا جوه الفصل وبيقرا معانا وبيحصل معانا قراءه كويس جدا، ولكن في الكتابه خطه لسه ما بقاش حلو، يعني لسه في الاول، او ايديه تقيله شويه في الكتابه، او خطه لسه مش متناسق على السطر، او الطفل التاني مش متفاعل معانا جوه الفصل، مش بيكتب مع يعني مش بيقرا معانا كويس، مش منتبه جوه الفصل مثلا او في الكلاس واحنا بنقرا. لكن خطه في الكشاكيل بقى وفي الواجبات وفي الكتابة في منتهى الجمال ومنسق وبيكتب على السطر فعايزه اوصل فكره ان كل ولي امر بلاش المقارنه ما بين طفل وطفل، بلاش المقارنه ما بين حتى الاخوات وبعض. يعني معلش، يعني انا عندي ثلاث بناتي، الثلاثه مختلفين، دي غير دي غير دي، واحده بتحب المذاكره، واحده بتميل اكتر للتفاعل مع المدرسه، واحده بتحب الرياضه اكتر، واحده ما بتحبش الرياضه، واحده يعني كل واحد وليه اهتماماته وليه مخه وليه دماغه وليه فكره وليه اسلوبه وليه سيستمه. فبلاش المقارنه، المقارنات دايما بتوصل الموضوع ل يعني طريق مسدود، وبتخلي بيبقى فيه بغضاء كده وضغينه ما بين الاطفال وما بين بعض، زائد اولياء الامور نفسهم بيبقوا شايلين من بعض. طب ليه؟ طب انا ابني وحش ليه؟ طب انت ما كتبتلوش شاطر ليه؟ ما عملتلوش ستار ليه؟ يا جماعه مش كده، مش كده. انا ممكن طفل اكافئه جوه الفصل وطفل تاني اكافئه جوه كشكول، ممكن طفل تاني بيحب الثناء قوي قدام صحابه، في طفل تاني لا عايزني ان انا يعني اقول له انت شاطر وجميل بيني وبينه. فيا جماعه ده اختلاف، ده اختلاف ما فيش فيه اي مشكله. برضو في نقطه تانية انا استفزتني برضو السنه دي في العام الدراسي اللي هو اللي احنا فيه دوت، يعني مش عارفه، يعني اصرار المدرسين على انك تاخد عندي. يا جماعه مش معنى ان انت قاعد في مدرسه ومدرس وربك وربنا اصطفاك ان انت تبقى مدرس داخل مؤسسه تعليميه سواء حكومه او خاصه انك تجبر طفل على مجموعه او درس، ده مش صح. على فكره انا ممكن ابقى مدرسه ممتازه ومتفوقه وشاطره، ولكن الطفل اللي قدامي مش عارف يحصل مني علم، ولا يقل مني ولا يقل من الطفل. فيعني يعني انا بزعل قوي لما يبقى الطفل مثلا مع مدرسه ايا كانت بره سواء يعني عند اي حد، والطفل بيحصل منها كويس، ولكن مدرسه الفصل مصممه ومصره ان هو ياخد عندها. انا بفاجئ ان في اولياء امور بيبقى يعني مستواهم المادي على قدهم، بيضطروا يدخلوا الطفل بره عند المدرسه اللي هو بيحبها وبيشتغل معاها، وفي نفس الوقت بيدخلوه مجاميع او دروس مع مدرسه المدرسه. طب ليه؟ طب انت هتبقي مبسوطه مثلا، او مدرس المدرسه هيبقى مبسوط؟ ده انت كده القرش اللي بيخش اللي يعني بيدخل على بيتك وعلى اولادك ما فيهوش بركه، ما فيهوش رضا. طب ليه؟ انا الطفل اللي قدامي محتاج درس، انا يعني بقول لوليه الامر يا بنبهها ابنك ضعيف سواء عندي او عند غيري، يعني سواء عندي او عند غيري، ابنك ضعيف في مشكله ما اتصرفي. والله متقبلني كمدرسه فصل وبيفهم مني والدنيا معاه كويسه، اهلا وسهلا تعالى حبيبي اديلك. لو هو مش متقبلني ومتقبل مدرسه تانية، احنا المفروض او المقصود من الموضوع ان احنا عايزين نحصل علم. ليه انتوا فرغتوا المستوى التعليمي او فرغتوا الموضوع التعليمي من جوهره اللي هو التعليم، ان ابني يتعلم؟ يعني الحمد لله والله العظيم انا اشيد لكل مدرسين ولادي من اول بنتي الكبيره اللي في ثانويه عامه لغايه اصغر طفله عندي وهي في المدرسه بتاعتهم، ما فيش ولا مدرس اجبرهم او غصب عليهم ان هم يخشوا درس او مجموعه. وانا عمري في حياتي ما هسمح بده، حتى لو كان المدرس اللي قدامي مين، سواء مدرسه حكومه او مدرسه خاصه، انا مش هسمح بدوت. لانه ما ينفعش ان انا افرض على طفل او افرض على ولي الامر او افرض على يعني تلاميذ عندي في الفصل مجرد ان انا مدير المدرسه او مدر يعني مجرد ان انا مدرس في المدرسه او مدرس الماده. ده مش صح، ده مش صح. فمعلش مع احترامي ليكو، يعني انا حتى لو انتوا بتبصوا لنا ان هو جانب مادي واحنا مرتباتنا ضعيفه واحنا عايزين ده اكل عيشنا واحنا ما بنشتغلش السنه كلها واحنا واحنا واحنا، كل ده انا معاكم فيه، بس يا جماعه الشيء اللي بيتاخد بالعافيه وبالغصب ما بيبقاش فيه بركه، والله ما بيبقى فيه بركه. لو خدتي 2000 جنيه
ولا 1000 جنيه من المدرسة عن طيب خاطر وبرضا، هتصرفيهم في بركة وفي خير على أولادك وعلى بيتك أفضل مليون مرة ما تلميلك في الشهر 4 5 تلاف جنيه منظورين ومدع عليكي ومدع عليهم وحاجة، يعني استغفر الله العظيم يا رب. فيعني أنا بناشد المدرسين، يعني يا جماعة يبقى في نظرة كده يعني رحمة ما بين المدرس وما بين ولي الأمر. هو مش معنى إن أنا مدرسة إن أنا أفرض على ولي الأمر وأنا هسقطك وأنا هحرمك من أعمال السنة وأنا هخليك تغيب وأنا، طب إيه يا جماعة؟ إيه اللي بيحصل دوت؟ ليه؟ ليه؟ على فكرة إحنا في يوم من الأيام هنقف قدام ربنا. طب ليه إن أنا أخصب على ولي الأمر؟ ليه إن أنا أفرض نفسي وشغلي على طفل هو مش متقبلني أو مش فاهم معايا؟ ليه؟ فلو سمحتوا انا يعني لو سمحتوا لو سمحتوا اي مدرسه في اي مدرسه سواء خاصه او حكومه او انا لو في طفل قدامي ضعيف ومش مستوعب من المدرسه انا ببلغ وليه الامر هي تتصرف سواء عندي او عند غيري. سيبوا لوليه الامر مطلق الحريه. على فكره انا مش بقول كده عشان خاطر انا دلوقتي مثلا صاحبه مشروع او انا بشتغل من بيتي او لا، انا وانا كنت في المدرسه برضو كان نفس الكلام. وبرضو عايزة أوصل لمديرين المدارس، يعني ربنا يهديهم كلهم جميعا، مش معنى أن أنا كمدرسة بقول لطفل أن ده مستواه ضعيف دراسيا يبقى أنا عايزة درس. أنا بوصل لولي الأمر أن ابنك مستواه ضعيف سواء عندي أو عند غيري. ما ينفعش أن أنت تبقي مدخلاه مدرسة خاصة وبتدفعي له ألفات طول السنة وابنك معلش وصل لرابعة وخمسة بقرة مش عارف يمسك القلم ومش عارف يشتهجها ومش عارف يقرأ. فيعني فانا كمدرسه فصل ان انا اشوف المستوى ده واسكت، ما ينفعش، دي مش امانه، دي مش امانه علميه. لكن الغلط ان انا افرض عليه يا جماعه لا انا عايزه ابنك يدخل على الدرس، لا، ودي عمرها ما حصلت الحمد لله، يعني دي عمرها ما حصلت معايا ان انا افرض على طفل وعلى ولي امر لا ابنك يعني ضعيف خش عندي، دي عمرها ما تدخل، يعني دي عمرها ما حصلت معايا ان انا اجبر ولي امر على ان ابنها يدخل عندي درس او يدخل عندي مجموعه. ده مش صح، ده مش صح. برضو في نقطه تانية كنت عايزه برضو اتكلم فيها، وبرضو دي لفتت نظري قوي ومش عارفه بقى انا يعني هقدر اتكلم فيها ولا، بس انا برضو هحاول ان انا ابدي رايي فيها بقى وانا ونصيبي معاكم. موضوع المدرسين او المدرسات اللي بيشتغلوا في المهنة بتاعتنا وهم مش تربويين أو مش خريجي تربية ومش مدرسين فعليين حسب دراستهم، وفي هجوم بشع وشرس على جميع المواقع وعلى بالذات المواقع في المنطقة عندنا، يعني مواقع الفيسبوك والتواصل عندنا، لا ما تأمنيش على ابنك وهو مع مدرسة مش شغالة في مدرسة. مع احترامي لحضرتك ومع احترامي لولي الأمر ومع احترامي للمدرسين اللي هم فعليين وتربويين، هو الطفل طالب ايه من الشخص اللي قدامه غير انه يفهم المادة التعليمية اللي انت بتشرحها له؟ انا دلوقتي ربنا يعني اختارني ان انا بقدر اوصل معلومة لطفل ايا كانت المعلومة. على فكرة في ناس كتير جدا بتبقى خريجي يعني تربية أو خريجي مواد يعني خريجين كليات يطلعوا مدرسين وهم ما بيرضوش يشتغلوا في مجال التربية والتعليم أو التدريس عامة لأن هم ما عندهمش إمكانية توصيل المعلومة للطفل. وفي ناس خريجين هندسة وخريجين تجارة وخريجين حقوق وهم بيعرفوا يوصلوا المعلومة للطفل. فمش كل عدم خريجي كلية تربية أو عدم يعني شخص تربوي إن هو يبقى مدرس فاشل. تحكم عليا كمدرسة فاشلة في حالة واحدة، لو أنا معرفتش أوصل المعلومة للطفل. وطول ما أنا بفهم منك المعلومة يبقى أنا هقدر أوصلها. إمكانية توصيل المعلومة دي هبة من عند ربنا، دي هبة من عند ربنا. في ناس كتير ما بتقدرش توصل معلومة لطفل، في بني آدم ممتاز وعبقري بيقولك بس أنا ما أقدرش أشرح، أنا ما أعرفش أشرح، أنا ما أعرفش أشرح لطفل أو أنا ما أعرفش أشرح لطالب أو لتلميذ. أنا فاهم، أنا فاهم اللي مكتوب بس أنا مش عارفة أوصل المعلومة.
ففكرة ان انا كمدرسة اقدر اقف، او شخص اقدر اقف قدام عدد ما من الطلبة او التلاميذ، اوصل لهم المعلومة او الفكرة اللي انا عارفها او اللي انا فاهمها ووصلتها لهم، هم فهموا مني، يبقى انا مش مدرس فاشل، يبقى انا شخص مش فاشل، يبقى انا شخص مش غلط. بس في نقطة بقى دي اللي انا عايزة اعتب عليها للمدرسين اللي هم واخدين المهنة كمهارة، و ايه ده؟ بابا هنكمل معانا، هنكمل مع بعض. طيب زي ما احنا كنا بنتكلم وبنقول ان يعني لو كل مدرس ومدرسة واخدين المهنة بتاعت التدريس كهواية وكمهنة هم بيحبوها، عليهم ان هم يطوروا نفسهم، عليهم ان هم يحدثوا من معلوماتهم، عليهم ان هم يبحثوا في الموضوع. انا مثلا كمدرسة بأسس للكيجات، مثلا للكيجات وللتمهيدي والاولى ابتدائي مثلا وتانية ابتدائي وتالتة ابتدائي، عليا واخدة المهنة كهواية وكحب للمهنة، عليا ان انا اطور نفسي، عليا ان انا اقرا كتير، عليا ان انا اشوف ايه النظم التعليميه الجديده، طيب شرحها ازاي، طب امكانياتها ازاي، طب انا هتواصل مع المنهج الجديد ازاي، طب هتواصل مع عقليه الولاد. انا عايزه اقول لكم ان انا النهارده ثقافه الولاد وعقليه الولاد وتربيه الولاد واسلوب الولاد النهارده غير اول ما فتحت. يعني انا مثلا اول ما فتحت الحضانه من 7 سنين ما كانتش مستوى الإدراك بتاع الولاد وكان ثقافتهم وطريقتهم من 7 سنين زي النهاردة. النهاردة الطفل اللي عنده 4 سنين نسبة ذكائه أعلى من الطفل اللي كان عنده 4 سنين من 7 سنين. يعني أنا النهاردة بشتغل مثلا التمهيدي من 3 سنين، من 3 سنين تمهيدي، سنتين ونص كمان 3 سنين بنبتدي نمسك القلم، بنبتدي نكتب واحد، بنبتدي خطوات الهمزه، بنبتدي نكتب الف ب، ده كل ده بالنسبه للتمهيدي. ازاي بنتعرف على الارقام وعلى الحروف بالانجلش؟ من سنتين ونص 3. من 7 سنين كنت، لا كنت ببتدي من 4 سنين، 4 سنين ونص. فالنهارده مستوى ذكاء الطفل اعلى، عشان كده كلنا بنهاجم وزير التربيه والتعليم. هو لا هو ليه فكره، بس للاسف مش عارفين نطبقه التطبيق صحيح في المدارس، ومش عارفين نطبقه ونوصله لاولياء الامور وللطلبه. فبالتالي بالنسبه لنا احنا الموضوع يعني تعجيزي، احنا بنعجزهم. لكن الفكره نفسها كفكره وكمضمون ان الاطفال نفسهم كفكر اعلى ودماغهم اذكى وعندهم استيعاب اسرع دلوقتي اكتر من الاول. النهارده انا بنتي بتمسك الموبايل بتقلب فيه، انا من اول 100 مسكوا الموبايلات في مصر. يعني احنا كنا جايبين زمان الخط بألف ونص، الخط اللي النهارده بمية جنيه كنا زمان جايبينه في التسعينات بألف ونص الخط، وكان هم عدتين تلاتة اللي نازلين السوق. النهارده انا امكانياتي في الموبايل وفي السوشيال ميديا مش زي ولادي، ولادي اكتر، ولادي الفينات، ولادي اكتر. ف النظام بتاع الولاد بيختلف، فلازم ان المدرس طب هو حابب المهنه انه يطور من نفسه. انا بقى يعني بفاجئ بقى بحاجات حلوه قوي، ان في مدرسين هم اشباه مدرسين، والله العظيم وحياه ربنا هم فعلا اشباه مدرسين، لاني انا حزينه ان تبقى مدرسه زي دي يعني 50 سنه و55 سنه وهي بتشتغل مع اطفال صغيرين، وهي ولا ليها ثقافه ولا عندها استعداد انها تتعامل مع اطفال، وجايه قرفانه وست كبيره وعايزه تخلص سنتين ثلاثه معاشها باي طريقه وتخلص عشان تخرج على المعاش، ولا طايقه نفسها ولا طايقه المدرسين المدرسه ولا طايقه العيال ولا طايقه اولياء امور، ولا عندها استعداد انها تتعلم اساسا. بس الاسم انها مدرسه موجوده في مدرسه وبتدرس الاطفال. على العلم ان في طاقات من شباب واخدين المهنه نفسها بحب، واخدين المهنه كنفسها بهوايه، وبيشتغلوا في مدارس خاصه مش في مدارس حكومه، وطلع عينيهم، وانتوا عارفين يعني ايه المدارس الخاصه مع المدرسين. ومع ذلك
مش لاقيين حد ولا يستقبلهم ولا يستوعبهم ولا يوفر، يعني يكتسب الطاقة اللي عندهم دي ويستغلها في مكان صح. وهو ترم، والمدير الترم التاني عشان يعني وفر يروح مزحلق المدرسين، وهو كفاية عليهم ترم واحد. فللأسف، للأسف عارف اللي هو إيه، رأيت مسلمين بلا إسلام، ورأيت إسلام بلا مسلمين. يعني المدرس اللي قاعد في المدرسة الحكومة ومتوفرة له إن هو مدرس، ويطلق عليه إن هو مدرس والمهنة مدرس، وهو بلا تدريس، وبلا أسس، وبلا تعليم، وبلا تجديد، وبلا أي حاجة. والمدرس اللي واخد الموضوع بحب وبهواية وفناء للمهنة بيتعامل أسوأ معاملة في المدارس الخاصة، وده إذا إن وجد. ولو ادى في البيت مثلا، أو المدرسة اشتغلت مع نفسها، لا دي مش مدرسة. يعني أنا أودي ابني لمدرسة لا تفقه شيء، ولا تعرف أي نظام تعليمي جديد، ولا تعرف، ولا عندها إمكانية أي تجديد في أي حاجة، لمجرد إنها مدرسة في مدرسة حكومة أو مدرسة فصل الطفل بس. هي دي الحسنة، إنها مدرسة الفصل بتاعت ابني. طب هي دارسة ايه؟ ماشي ماشي، هي مدرسة، واغلبيتهم بيبقوا معاهم دبلوم معلمات من 60 سنة. ومع احترامي، هو دبلوم المعلمات مش حاجة وحشة عشان تبقوا عارفين، بس ايه النظام الجديد؟ ايه النظام التعليمي الجديد؟ ايه الحاجات الجديدة اللي انت تعرفيها؟ حتى التدريبات اللي هم بياخدوها كتقضية واجب، هم بيروحوا يتدربوا، الاسم ان هم بيتدربوا، لكن مفيش تدريب. لان التدريب مش جواهم، هم مش حابين ده، هم عايزين، هو مده عايزين يخلصوه عشان يطلعوا على المعاش. كلهم على فكره، كلهم الا من رحم ربي. بس برضو لو جيت للحق، النهارده اطفال 6 سنين و7 سنين اولى وثانيه ابتدائي، يبقى المدرسه بتاعتهم فوق ال50 سنه، هتجري ازاي؟ هتلعب ازاي؟ هتقف ازاي؟ ده زائد ان الفصل اساسا بتاع المدارس الحكومه بيعدي، غير المدارس الخاصه بيعدي. فأنا كل رجائي من المدرسين اللي هم حابين المهنة يثقلوا شوية في شغلهم، يثقلوا شوية في تعليمهم، في تدريبهم، في ثباتهم على حبهم للمهنة، لأن الموضوع ده صعب قوي بجد. إنك تثبت على شغلانة أنت بتحبها في الوقت اللي احنا فيه ده صعب قوي، وبالذات احنا كمدرسين احنا بنتهاجم يعني هجوم شرس. واخرة المتمة وصلت ان المدرسين بتوع المدارس بيلووا دراع ولي الامر عشان عيالهم يدخلوا عندهم. فدي صعبة، دي صعبة. فانا بقول للمدرسين اللي بيعملوا كده، ربنا مش هيبارك لكم في فلوسكم اللي انتم بتلموها من الدروس ومن المجاميع، لان هي ما فيهاش رضا خالص من اولياء الامور. زائد المدرسين اللي هم حابين المهنة، يا جماعة لو سمحتوا يعني تدريب أكتر، ثقل أكتر، معرفة معلومات أكتر على النظم الجديدة، وده شيء يعني شيء جميل، شيء جميل. أنا شفت نماذج كتير بجد والله العظيم، يعني وللأسف، للأسف 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 النماذج اللي أنا شفتها، مش عايزة أقول بتتنقل من مدرسة لمدرسة، لأن سوء الإدارة. النهارده انا لما اعرف اني عندي مدرس كويس، المفروض ان انا امسك فيه بايدي واسناني. انا النهارده كمدرسه، كان صاحبه مشروع، لما بيبقى معايا مدرسه كويسه نفسيا وتعليميا، لان للاسف يعني الا من رحم ربي الاثنين ما بيتواجدوش، يعني صعب ان هم يتواجدوا، يا اما مدرسه نفسيا وحاجات كده مش كويسه، وتعليمين كويسه، لاما لو هي كويسه تعليمين بتبقى مش كويسه. فلو اجتمع الاثنين في شخص، انا كمديره مفروض امسك فيه بايدي واسناني. للاسف المدارس الخاصه، للاسف انا شفت كوادر والله العظيم، كوادر 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 والله اكبر عليهم في كل المواد، يعني شخصيات محترمة جدا وشاطرين جدا وحابين المهنة قوي قوي، وعايزين يعني يستقروا في مكان يبدعوا فيه. اصل انا متهيألي التعامل مع الاطفال ده ابداع، ابداع. بس للاسف مديرين المدارس ما بيفكروش في ده، مديرين المدارس بيفكروا في شكليات بتخنق المدرس زياده عن اللزوم،
لا انا ما قلتش ان انت ما تاخدش شغل، تاخد مني شغل وتاخد مني انضباط وتاخد مني التزام، بس ما تعمليش قيود تخنقني. انا النهارده كمدرسه عندي بيتي واولادي وعندي زوجي، يعني انا النهارده عشان انزل من بيتنا انا اشتغل في مدرسه وجوزي يسمح لي بده، ابسط حاجه عايزه مواعيد ذهاب ومواعيد عوده تبقى يعني ثابته، مش النهارده 2:30، بكره 3:30، بعده 4، بعده 6، بعده هننزل يوم السبت. طب ده ايه ده؟ ايه ده؟ يعني انا ولادي وبيتي وزوجي ايه؟ او ليه؟ النهارده لما اشتغل في مدرسه ومدير المدرسه يحكم ان الفصل ما فيش كرسي المدرسه تقعد عليه، اشتغل 40 دقيقه افضل واقفه، 8 حصص واقفه، يعني لو عندي يوم دراسي كامل مفيش ولا حصة فاضية ولا مثلا بريك ولا حاجة، 8 حصص أفضل واقفة من 7:30 الصبح لغاية الساعة 2 واقفة. ده إيه؟ مريحش على كرسي، مش مثلا هشرح النقطة دي فممكن أقعد، يعني إيه الغرابة في كده إن أنا يبقى في كرسي جوه الفصل؟ إلا من رحم ربي، لأن أنا اشتغلت في مدرسة يعني والله العظيم وحياة ربنا انا فعلا بدعي للمدير بتاعها، والله على قد ما فيهاش فلوس، يعني كمرتبات مرتبات ضعيف، لكن في كل سبل الراحه للمدرسين، في حياه ادميه داخل المدرسه، في ترابيزه محترمه المدرسه تحط عليها ادواتها. في مدرسه تانية اشتغلت فيها مفيش ترابيزه في اي فصل، ولو دخل المدير او المشرف عدى على الفصل لاني سند على الديسك كده يبقى نهاري ابيض، واوام الزومبا تطلع من المشرفه ده ميس ياسمين قاعده على الديسك. ميس ياسمين دي مكنه؟ ميس ياسمين دي مش بني ادمه؟ مش المفروض تريح رجليها؟ يعني انا في على مدار شغلي في المدارس، من مدرسه دي مدرسه دي مدرسه دي مدرسه دي، جالي الدوالي في رجلي وسبب قعدتي من المدارس الخاصه كمدرسه رياضه ان انا رجلي تعبتني، ان انا رجلي من كتر ما الدوالي كانت شديده جالي التهابات شديده في اربطه رجلي، ما كنتش قادره احط كعب رجلي على الارض. ومع ذلك لا حياه لمن تنادي، ومفيش رحمه، مفيش رحمه، ومش مصدقك مدير المدرسه من كتر ما هو بيشوف البدع مع مدرسين بيستعبطوا وبيستهبلوا ما بقوش قادر يصدق ما بين اللي بيكذب وما بين اللي بيتكلم صح. وده برضو يعني معلش من انا في اعتقادي ان ده يعني اعمى البصر والبصيره، انت مش قادر تفرق ما بين اللي بيستلبط وبيستهبل وما بين المدرسه الملتزمه معاك وبتشتغل شغل بما يرضي الله، فجالها وعكه. لا جالها وعكه بعد يومين ثلاثه نبعت لها انذار بالفصل. ف ليه؟ ليه؟ احنا مش مكان على فكره، احنا مش مكان. ولما بيجيلي شكوى من مدرسين مدارس الحكومه والله العظيم انا بقول ان هم معاهم حق، بس برضو مش كده، انتوا واخدين حقكم تالت ومربع بالنسبه لمدرسين المدارس الخاصه، عندكم امتيازات كتير مش موجوده عند مدرسين المدارس الخاصه. لما يبقى مدير مدرسه يحكم على المدرسه طول النهار من الساعه 7:30 لغايه الساعه 2:30 ما تاكلش، ادام ما عندكيش ساعه حصه فاضيه يعني بريك او حصه فاضيه ما تاكليش. طب اوكي مش هننزل فسحه. لا فسحه ايه ده الاشراف؟ هو انت بتنزلي فسحه عشان تاكلي ولا بتنزلي فسحه عشان تشربي مثلا اي حاجه سخنه ولا شاي ولا بتاع؟ لا ايه يا استاذه فين مكانك؟ ولو وقفتي تمسكي سندوتش تاكليه ولا تقفي تتكلمي مع زميله ليكي العصافير كتير بقى. ما ادراكوا العصافير دول، ما ادراكوا. المدارس الخاصه بتقوم على العصافير. لما انا نفسي كده ربنا يكرمني وافتح مدرسه خاصه واعمل عشه عصافير. يعني ليه؟ يعني انا بسال ليه؟ يعني حكم النفس على النفس ده صعب قوي بجد والله العظيم. يعني انا عارفه ان انا تطرقت لاكتر من موضوع، بس بجد والله الواحد يعني قلبه وجعه.
انا النهارده بتكلم معاكم والله بجد، يعني انتوا وحشتوني قوي قوي قوي، وجات لي مسدجات كتير، انت فينك، انت قفلتي القناه ولا ايه، انت ما بتظهريش ليه، هو في ايه اللي حصل؟ بس انا والله العظيم كان غصب عني غصب عني، ودخلت بقى في موالي ان انا نقلت الشقه الجديده، فكان فرش بقى ونجيب ايه ونعمل ايه ونسوي ايه ونعلق ايه، وكانت الكورونا وي وي وي، فكان كل ده ضغط عليا، ما كنتش عارفه اعمل فيديوهات ولا ريفيوهات ولا حاجه، ولكن ان شاء الله ربنا يسهل اكيد هعمل يعني، وهفرجكم على الشقه بتاعتي بقى، واقول لكم الحاجه اللي انا جبتها وجبتها منين وحاجات كده يعني. بس انا بجد والله قلبي واجعني من اللي انا بسمعه ومن اللي انا بشوفه ومن اللي بيحصل، حكم النفس عن النفس وحش قوي 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 قوي. مش معنى ان انا ربنا كرمني وبقيت صاحب مشروع ايا كان، يعني مش بكلم على المدرسة، بس ان انا افتري على عباد الله اللي قدامي، لا ده مش صح. وعمرك ما هتاخد منتج صح، وما تفتكرش ان اللي موجودين بيحبوك، ده مش عايز اقول لك كمية الكلام اللي بتتقال في ظهرك ايه، حتى لو كانوا قدامك يا فندم وحضرتك وانت راسنا من فوق، بس مش صح، ده مش صح. بيفهموا كلامي ده بعدين على فكرة، يعني انا بيفهموا كلامي ده بعدين، وبعدين بيقول انت معاكي حق، بس الحمد لله، اللهم لك الف حمد والف شكر اني انا يعني خلعت نفسي خالص من الموضوع، مش من المهنة، لاني انا بحب مهنة التدريس جدا، وبعشق العيال الصغيرين والاطفال جدا 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 طول عمري من وانا صغيرة، لان الطفل ده يعني ده حياة ما تستهونش، يعني ما تستهونش بالصغنون دوت. لو انت قعدت كده اتكلمت معاه، يعني انا يكفي ان انا يومي ممكن يعني بيبقى حلو او وحش حسب ان انا اقابل اطفال بحبهم الصبح، لمجرد ان انا اقعد معاهم شوية، اقعد معاهم شوية دي يعني عندي بالدنيا، ممكن ابقى جاية مكتئبة وبوزي قد كده وحاجات كده، واول ما اقعد بس اتكلم مع حد فيهم يطلعني من المود اللي انا فيه. عايزه ايه؟ طب خشي جوه، طب خشي جوه، اه حلو، روحي وريها رنا. مش قصدي حلو، هي طب روحي دلوقتي، فالولاد الصغيرين دول حياة حياة والله والله بجد، التعامل معاهم ده من أكتر الحاجات الممتعة في الدنيا، يعني بيقولك أنت عايز تشوف حلاوة الدنيا اقعد مع حاجتين، مع طفل صغير وراجل كبير، وأنا الحمد لله ربنا كرمني وتعاملت مع الاتنين، كان والدي ووالدتي ناس كبار وجابوني كده في اخر حياتهم يعني كان بيني وبين والدي 42 سنه، لما جابني كان بابا عنده 42 سنه ومامتي كان عندها 37، فعقبال ما انا ابتديت اكبر بقى وابقى مزمزيل كده وابقى انسه يعني 20 سنه 17 18 20، كان والدي في الستينات وكذلك والدتي يعني، فتعاملت مع الناس الكبيره، الناس الكبيرة ليها معاملة خاصة زيها زي الأطفال، وكذلك الأطفال، أنت لما تقعد مع حد كبير تحس إن الدنيا ملهاش أي لازمة، ومن وجهة نظرهم، من وجهة نظرهم هم شافوا كتير وعملوا كل حاجة في الدنيا، فخلاص الدنيا بالنسبة لهم ولا حاجة، والصغير خالص ده مش فاهم حاجة في الدنيا ومش عارف حاجة في الدنيا، فزي الصفحة البيضاء. يعني انا لما بشوف طفل، والله لسه النهارده الصبح وانا كنت في الحضانه، فانني معايا شايفه بنوته بتضحك قوي قوي من قلبها كركر، فبعدين بتقول لها حاجه كده ليه يا رؤيه، فقلت لها سيبيها تضحك، سيبيها تضحك من قلبها، هي بجد بتضحك من قلبها. فالاطفال، التعامل مع الاطفال دي ده معامله حياه، حياه تانية تانية خالص خالص خالص. ففكرة ان انا بحب الولاد الصغيرين دي بالنسبة لي فكرة يعني اكيدة، يعني
هرجع تاني. احنا اتكلمنا في موضوع المقارنة ما بين الأطفال واتكلمنا ان احنا ما يبقاش فيه مقارنة وما بين الأطفال وما بين بعض. حتة الغيرة بقى، موضوع الغيرة ده موضوع كبير جدا 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 جدا، سواء في الأطفال أو حتى في الناس الكبير. غيرة الأطفال غيرة يعني طبيعية، وبعدين سبحان الملك، يعني هي الغيرة دي يعني حاجة كده من عند ربنا، يعني بيبقى شيء كده لا إرادة فيه يعني. بس بنحاول ان احنا على قد ما نقدر ان احنا يعني نخرج من طفلنا حتة من الغيرة دي. انا النهاردة لما بيقابلني في الحضانة طفل بيغير من طفل، بحاول ان انا اخلي الطفل اللي هو بيغير منه ده يجيب له هدية، يجيب له ملبسة، يدي له كادو كده، بحيث ان انا يعني يستلطفوا بعض ومبقاش في حتة الغيرة دي. بس هي المشكلة بقى ان ازاي انا اطلع طفل سوي ومش غيور ومش بيغير من اي حد من صحابه، في ايده لعبة او في ايده حاجة حلوة او في ايده سناكس او في ايده اي شيء عاجبه من وجهة نظره فهو بيتضايق. في اطفال ممكن تشوف الشيء قدامها وتسكت وتطلبه من والدتها بعد كده، ان هو عجبه ده فيطلبه من والدته. وفي طفل ممكن يخطف الشيء اللي في ايده، وده طبعا مش صح. حبيبي انت عملت كده ليه؟ انا عايزه. طب ما هو ماشي، ما انت عايزه بس مش كده. من هنا بقى الطفل اللي هو بيبقى نموذج اللي زي ده لازم الواحد يتفاعل معاه، ولازم الواحد يبقى فيه وقفة. النهارده هو طفل صغير مش فاهم حاجة، فهو عايز الشيء اللي عجبه عايز يخطفه. لا، ده بقى ده خطر. اللي هو ما بيشوف شيء بيعجبه وبيروح يقول لوالدته عليه انا عايز زيه، فده طبيعي، ده طفل طبيعي. لكن اللي مش طبيعي لما يشوف فيه شيء ويصر عليه وعايز يخطفه من الطفل اللي قدامه، ده مش صح. ده لازم يتقوم، لازم يبقى فيه تقويم للطفل دوت، ان هو مش كل شيء تشوفه يبقى عايزه امتلاك ليك. لان الطفل اللي زي ده لو ما تقومش وتعدل سلوكه وهو صغير، لما يكبر هيعمل كوارث عشان خاطر اللي هو عايزه يكون. ممكن يسرق عشان خاطر اللي عايزه ياخده، ممكن يعني يعمل اي حيلة عشان خاطر اللي هو عايزه ياخده. فلازم يبقى فيه تقويم وتعديل لسلوك الطفل. دي واحد. اتنين، عايزين نقرب من ولادنا شوية. يعني حتة ان انا طفل، يعني اعرف طفل بيغير ليه، طب ايه اللي انت عايزه، طب هو ايه اللي عاجبك في الشيء اللي معاه، طب انت غيران منه ليه. يعني انا بفاجئ انه يقول لك ده انا مش بحبه. حبيبي انت مش بتحبه ليه؟ على فكرة هو مش بيحبه عشان هو وحش، لا هو بيحبه عشان هو لابس تيشيرت أفضل منه، أحلى منه، قصة شعره أحلى منه، هو أبيض والتاني أسمر، هو شاطر والتاني بليد، هو مثلا مامته. لدرجة أنا فوجئت إن في طفل بيقول لمامته أنت ليه مش بتلبسي زي مامة فلان؟ شوف قد إيه هو عاجبه مامة صاحبه، فهو عايز مامته تبقى زيها. لازم نهتم بكلام ولادنا جدا على فكرة، هما بيبقى ليه في دماغهم وجهة نظر. احنا بالنسبة لنا الموضوع بيبقى تافه، وايه يا ابني اللي انت بتقوله دوت؟ لا خالص، نهتم برأي طفلنا ونشوف ايه اللي هو في دماغه. يعني انا مرة اتكلمت مع مدرسة كانت معانا في الحضانة، بتقول لي هي منتقبة، يعني مدرسة معانا محافظة قرآن ومنتقبة، فابنها بيقول لها ماما انت ليه مش لما بتيجي تخرجي بتتمكيجي؟ هو حابب ان هو يشوفها زي الناس ما الستات بيشوفها بره. فهي جت بتقول لي، قلت لها طب معلش يا ميس فلانه، معلش يعني ارضي غروره وارضي دماغه واعملي ده في البيت، بحيث ان هو يبقى انت كده عملتي شيء هو عايزه زيه زي الناس اللي بره، او زي السيدات اللي بره، او زي اولياء الامور اللي بره، حتى لو انت ملتزمه بشيء ما هو مش قادر يفهمه دلوقتي، فهوديه بس في البيت. جميل. مثلا في مثلا طفل يجي يقول لها ماما هو انت لما بتيجي تاخديني من الحضانه ليه مش بتلبسي لبس خروج زي مامة فلان مثلا، انت ليه بتلبسي العبايه وتيجي بيها سي مثلا، يعني بديكم مثال. خليكي مع دماغه، هو عايز يتباهى بيكي، هو عايز يشوف يوري اصحابه انا ماما حلوه قد ايه.
انا شايفها حلوه، فعايزكم تشوفوها حلوه زي ما انا شايفها. بزعل قوي لما ماما تيجي باي حاجه. الموضوع ده بالنسبه لكم انتوا كاولياء امور موضوع تافه، بس هو بالنسبه للطفل مش تافه خالص. زي برضو ما في طفل مثلا تيجي وليه امر تقول لي بصي ابني خد القلم الرصاص بتاع صاحبه وانا ضربته وزعقت له وقلت له دي سرقه. جميل، بس الكلمه كبيره، الكلمه كبيره. تعال حبيبي انت ليه خدت القلم الرصاص بتاع صاحبك؟ اصله عاجبني. طب حبيبي لو هو عاجبك مش كل شيء يعجبنا ناخده، نقول لماما تجيب زيه، او مثلا نقول لماما وديها المكتبه قول لها انا عايز واحد زي ده لان صاحبي عنده زيه فانا عايز زيه، لكن ماخدوش. ففكره ان الطفل من 3 سنين 4 سنين لغايه 10 سنين، وخلي بالنا من السن ده كويس قوي، لان في ناس ربنا يسامحهم يعني دنيا واخره بيحكموا على الطفل من هو عنده 7 8 سنين 10 سنين، والله ويكاد لغايه 15 سنه. انا بالنسبه لي ده طفل لغايه 15 سنه، حتى لو كان بيفهم ومكلف بس ده طفل، دماغه دماغ طفل لا يدرك حجم الشيء اللي هو بيفكر فيه او بيعمله. الطفل ممكن لو هو شايف قدامه حاجه حلوه بيحبها ممكن ياخدها، هو مش فاهم دي ايه، دي بتاعتي ولا مش بتاعتي، ولا دي سرقه، ولا هو مش فاهم. لكن احنا ككبار احنا المفروض نفهم، واحنا المفروض نوجه، واحنا المفروض نحلل الموضوع، هل الموضوع ده ايه بالظبط. ولكن في مثل بقى بيقول لك ايه، حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. لو انا كأم او قريبه او بحب الطفل ده فهقول لا ده هو مش قصده، لكن لو انا مش بحب الطفل ده لا بص ابنك سرق، بص ابنك مد ايده، بص ابنك خطف لعبه ابني، او بص خد خباها، فده مش صح. فلازم نحاول نفهم عقليه ولادنا ونقعد نتكلم معاهم كتير ونشوف دماغهم فيها ايه، ونسأل هو انت عملت كده ليه؟ حبيبي انت عملت كده ليه؟ انت ليه خطفت ده؟ يعني انا وانا صغيره، انا هحكي لكم على قصه كده بسيطه وانا صغيره عندي، انا ليا انا شخصيا. زمان على ايامنا كان التلفزيون ما كانش فيه ريموت، معلش انا قديمه شويه. فلما طلعت التلفزيونات اللي هي بالريموت فكان الموضوع ده عامل لي شلل في دماغي، يعني كان عندي 6 7 سنين ساعتها. ليه التلفزيون اللي عندنا مش ليه ريموت؟ طب هو حبيبتي نازل السيستم بتاعه كده او هو نظامه كده، طب ليه عند فلانه او عند قريبتنا عندها ريموت هو تلفزيونهم كده؟ طب اروح انا اعمل ايه؟ اروح انا واخده الريموت من عندهم ومخبياه ونازله على تلفزيوننا او رايحه على تلفزيوننا واجرب الريموت؟ مش هشتغل طبعا، ده حاجه وده حاجه. انا النهارده لما كبرت فهمت ان ده مش صح، او ده مش ما ينفعش ناخد حاجه مش بتاعتنا بس شوف فكري كان ايه. انا شاغلني ازاي التلفزيون اللي عندنا مش بيشتغل بريموت، طب انا هروح اخد الريموت عشان اشغل التلفزيون اللي عندنا. بس فلانه دي بقى ربنا يسامحها وهو اللي يحاسبها ان شاء الله، قالت لك لا دي ياسمين سرقت، دي ياسمين سرقت الريموت. فانا عايزه اوصل فكره ان الطفل نفهم دماغه هي فيها ايه، هو عايز ايه، هو بيعمل كده ليه، وبلاش نحكم عليه من غير ما نفهم، من غير ما نسمع، من غير ما نشوف ايه حيثيات الموضوع. ومفيش طفل بيتولد بفطره كده هو فيه كذا، لا، يعني الغيور بيبقى من بيئه بتغير، اللي بيمد ايده بيبقى من بيئه هو شايف اللي قدامه سامح بده. انا لما بنتي النهارده تقوم مثلا تاخد من فلوسي او من كيسي فلوس او وانا اسكت، طب ما انا كده بشجعها ان ده غلط، الغلط ده هيبقى ده شيء طبيعي. لا، لما الاقي النهارده ابني جاي لي من الحضانه او من المدرسه جايب لي شيء مش بتاعه واسكت، ده برضو غلط. ده حبيبي ده جبته منين؟ طب ده ليه جبته؟ طب انت هو ده عاجبك؟ طب النهار بكره تروح لتعتذر لصاحبك وتقول له انا لقيت ده وتديه له، واللي انت عايزه تعالى قول لي وانا هجيب لك. يعني ابويا الله يرحمه كان في نقطه، يعني الله يرحمه ويسامحه، كان دايما يقول لي الشيء اللي يعجبك ايا كان في الدنيا تعالي قولي لي وانا اجيبه لك. ودي يعني تشهد له لغايه يوم الموقف العظيم، يعني الشيء اللي يعجبك تعالي قولي لي وانا اجيبه لك. وكذلك على نفس النهج انا وزوجي ماشيين مع اولادنا على نفس الموضوع،
الشيء اللي يعجبك ايا كان ايه هو، ادوات مدرسيه، اكل، شرب، لبس، ذهب، اكسسوارات، اي حاجه في الدنيا شفتها عجبتك تعالى قول لي يا ماما او يا بابا انا عجبني ده او انا عايز ده. اول حاجه بتبني ثقه ما بينك وما بين طفلك، دي نقطه. تاني نقطه ان انت ما بتشجعيش طفلك ان هو يمد ايده على حاجه مش بتاعته او يغير او يغير. ولو حابه ان طفلك ما يطلعش بيغير ويحقد، لان الغيره هتولد حقد، وده بسم الله ما شاء الله اللي احنا بنعاني منه دلوقتي ككبار. يعني في ناس بسم الله ما شاء الله تشوفك كده لله في لله مش طايقاكي. ليه؟ عشان انت احسن منها. ليه؟ فالحقد قلب الغيره قلبت حقد. خلاص هي ولا عايزاكي تبقي كويسه، ولا عايزاكي تبقي معاكي، ولا عايزاكي تبقي راقيه، ولا عايزاكي تبقي في مستوى اعلى، ولا عايزاكي تبقي متعلمه، ولا عايزاكي تبقي ليكي ناس بيحبوكي، ولا عايزاكي ليكي اي حاجه. والغيره مولعه كده لوحدها، شايطه كده فيها. والله 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 انا بقابل ناس كانوا شغالين معايا في يعني في اكتر من مدرسه، في منهم الاسوياء، انا بقول عليهم الاسوياء بجد والله، الناس السويه اللي بتشوفني في الشارع مثلا، وسواء عايزه تسلم عليا او مش عايزه تسلم عليا ده ليها مطلق الحريه، بس على الاقل بتبتسم. يعني فلانه دي كانت في يوم من الايام نعرفها، ازيك عامله ايه اهلا. وفي واحده تعدي من جنبك والله لسه شايفاها من قريب، ربنا يصلح لها حالها ويهديها، تعدي بس كده من جنبي والله العظيم وشها بقى لون العبايه السوداء. طب يا بنت الناس انا كنت عملت لك ايه؟ فضحكت، ضحكت. ربنا يزيدني في اللي انا فيه وربنا يزيدك في اللي انت فيه، بس مش هقول اكتر من كده. فالغيره بتبقى ما بين الناس الكبيره وما بين الاطفال، يعني بتتنقل لو البيت او البيئه اللي الطفل عايش فيها هم يعني من النوع اللي بيغيروا وبيحقدوا وبيحسدوا وبيستكتروا النعمه على خلق الله. ابنك هيطلع كده، ابنك هيطلع كده، وصدقيني والله العظيم اول من هيتأذى بابنك انت والله العظيم. وبتطلعي طفل غير سوي، غير سوي. احنا عايزين الناس كلها تبقى كويسه والله العظيم. الواحد لما بيجي يصلي ركعه لربنا بندعي لكل الناس ربنا يكرمهم ويوسعها عليهم ويكفيهم شر المرض ويرزقهم من حيث لا يحتسبوا ويسد دينهم ويشفي كل مرضاهم ويرحم كل امواتهم، لكل الناس، لكل قليلة، وما بنغيرش من حد. ولما حد بيبقى أحسن بنقول ربنا يكرمنا ونبقى زيه، نبقى إيه؟ زيه، مش نبقى إحنا أحسن وهو ينزل الأرض، لا لا لا. عشان كده الحمد لله ربنا بيكرمنا. فالمقصود من الموضوع إن إحنا اللي بنربي ولادنا، ف يعني معلش يعني فاقد الشيء لا يعطيه. انت ازاي هتبقي يعني تطلعي جيل سوي وطفل سوي وطفل كويس وطفل عنده اخلاق وما بيكذبش وما بيسرقش وما بيغيرش وما بيمدش ايده على حاجه مش بتاعته، وانت نفسك مش كده، او انت نفسك مش كده. انا مش بستثنى ولي الامر يعني الاب، بس هي 80% الام. وصدقوني الاطفال ما بيطلعوش لابوهم، الاطفال بيطلعوا لامهم، لان الام هي اللي قدامهم بشخصيتها بكيانها بنموذجها بدماغها بتصرفاتها بحلوها بمرها بكل حاجة. الأم الأم الأم. فمشكلتي أنا مع أولياء الأمور أو مع دماغ الستات، إلا من رحم ربي. أنا بقابل ناس في منتهى الأخلاق والاحترام والله العظيم. في أولياء أمور يعني أنا بقول سبحان الملك، دي إزاي موجودة في الدنيا بتاعتنا دي؟ ايه الادب والاخلاق والرقي في التعامل؟ والله العظيم بجد مش عايزه اقول يعني ناس بعينها، بس هم عارفين نفسهم، هم لو شافوا الفيديو هيعرفوا ان انا بتكلم عليهم. في اولياء امور سيدات عندي ومن ولادهم الاكبر، يعني الاكبر دخلوا مدرسه والصغيرين جولي برضو، والله في منتهى الاخلاق، في منتهى الاخلاق،
في الادب والاخلاق وطريقه التعامل والرقي، يعني تتكسفي انت تجرحي واحده فيهم بكلمه وتهتمي بطفلها. لو انت بتهتمي باطفال الحضانه ايراد، تهتمي بابنها ده 24 ايراد، من اخلاق والدته ومن اسلوب والدته. يعني فلان ده لا الا ده امه ست سكره. وفي عيل او في طفل او في طالب او في تلميذ، لا خلي بالك منه، مش عشان هو حاله ولا والدته حلوه، ده بعد عنك لسانها ربنا يعافينا. لا معلش يا فلانه خلي بالك منه عشان احنا مش قد امه، مش قدها يعني، عشان حاجه هنرغي كتير وهنلوك كتير وهنتخانق كتير، وانا بصراحه ربنا ولا اعصابي ولا نفسيتي بيستحملوا خالص ولا لياقتي البدنيه تستحمل، فخلاص جات لي لا مبالاه. انا النهارده غير زمان خالص يعني. ولكن في ناس انت فعلا بتعاملي ولادهم معامله في منتهى الاخلاق عشان خاطر اولياء امورهم، يعني هم فعلا يعني يستاهلوا كل خير. اولا هم اسوياء وناس محترمه وناس راقيه في التعامل، وكذلك ولادهم. حتى لما ابنهم او بنتهم بيعملوا حاجه بتخرج عن السياق، لا بنردهم ونفهمهم، وهم عندهم ثقه فينا ان احنا على فكره بنربي مع وليه الامر. يعني الحضانه او المدرسه بتربي مع وليه الامر، مش ولي الامر بيربي لوحده ولا المدرسه بتربي. بس في نقطه، المدرسه ايه في المدرسه الا من رحم ربي برضو، بس هقول ايه، هم 80% و20% هم الكويسين. لما يبقى في طفل جاي من بيئه مش تمام، او يعني اختلاف بيئه او تيجي المدرسه تشوف الطفل عمل اي سلوك خاطئ او بصي الوضع ونقعد نضحك، ما نقومش الطفل، ما نعدلش من سلوكه لوجه الله تعالى، ما نحاولش نربي. لا في ناس على فكره بتقوم وبتربي، ولا يا بنتي ما ينفعش كده، لا يا حبيبتي لا، لان دول زي ولادنا وبنعمل ده ابتغاء مرضات الله. يعني زي ما بقول انا بعمل معاك وربنا يوقف لاولادي ولاد الحلال. وفي مدرسين بصي البت عملت ايه، بصي دي جايه عامله ازاي، بصي بنبيقه عامله ازاي، بصي امها، ربنا وجدك في المدرسه عشان خاطر تتريقي وتهزري وتتريقي على عباد الله وتتريقي على الولاد، ولا ربنا وجدك في المدرسه عشان تربي وتعلمي قبل التعليم القراءه والكتابه، فهي تربيه. طب مفروض يعني. فالحمد لله، اللهم لك الف حمد والف شكر، اولياء الامور اللي معانا شايفين ان احنا بنربي، يعني شايفين ان احنا بنعدل سلوك وبنربي وبنحاول ان احنا نقوم سلوك طفلهم معانا، مش البيت لوحده، لان البيت لوحده لا، البيت لوحده انت نص النهار الطفل بيبقى عندي بيروح ياكل وينام خلاص اليوم خلص وبقيت اليوم في البيت، ف 70% في المدرسه او في الحضانه و30 او 40% في البيت، فالبيت لوحده لا، ولا الحضانه لوحدها لا. فإذا طلبت من تربية طفل فعليك بالبيت، إذا طلبت تعديل سلوك طفل عليك بولي الأمر. والله العظيم عايزة تعدلي سلوك طفلك بصي على أمه، والله عدلي سلوكك أنت. ما ينفعش إن أنا أقوم أعمل شيء مش صح أو مش تمام قدام الطفل وألوم الطفل بعد كده عليه. وكذلك الكلمة دي لأولياء الأمور الرجالة، يعني ما ينفعش إن أنا ألاقي ابني بيتلفظ بلفظ، طب ما أنت بتقوله، ما هو مش صح. يعني أنت قبل ما تفكر كده تطلع كلمة من بقك، فكر إن في ابن عندك في البيت هيتلفظ نفس اللفظ، أو هيقول نفس الكلمة، أو هيعمل نفس الحركة. يعني أنا ساعات باجي ألاقي في ولاد بيمسكوا لي مثلا القلم رصاص ويعملوا لي القلم رصاص زي السيجارة. طب أنت حبيبي لا يا بابا دي غلط، بابا بيعمل كده. طب ما هو انا ما ينفعش، انا بحاول انا افهم الطفل يا حبيبي لا ده عيب، ده للكبار بس، لا ده مش عارف. بس انت لو جيت عند الحق، ما هو شايفك انت بتشرب سيجاره، فهو بديهي عنده 4 سنين عايز يقلدك يعمل زيك. انا بتكلم على مثال بسيط يعني، وفي امثله كتير. فالمقصود من الموضوع ان احنا قبل ما نفكر ان احنا نعدل سلوك طفل، نعدل سلوكنا احنا ككبار الاول.
وقبل ما بفكر ان الطفل ده بيغير او بيشوف ايه اللي قدامه فبيغير منه او بيبقى عايزه، احاول ان انا يعني، على فكره هو مش موضوع غنى او فقر او فلوس او مستوى اجتماعي عالي او لا، على فكره هو فكره ان انا ادي الامان للطفل. يا حبيبي اللي انت عايزه انا هجيبه لك، اللي انت عايزه انا هعمله لك في البيت. بص، واحاول ان انا اللي هو طفلي عايزه انا اعمله له او انا اجيبه له على قد امكانياتي لغايه ان يعني يعدي بس المرحله دي ويتعدى المرحله دي. في بقى حاجات تانية هنقعد نتكلم فيها، اللي هي ساعات الأطفال بيعملوا سلوكيات هم ما بيبقوش قادرين يفهموا مدى خطورتها أو مثلا عواقبها أو أبعادها، أو اللي أنا لو عملت الخطوة دي هيتعاقب عليها إيه، أو يعني هيعقب عليها إيه، أو هيترتب عليها إيه. مش بيقدر يدرك ده. عايزين برضو إن شاء الله نتكلم في النقطة ديت. ممكن الطفل، ودي بتبقى اكتر من 10 سنين ل 15 سنه، او من 7 8 سنين ل 15 سنه، هو بيعمل فعل وهو مش فاهم ده ابعاده ايه، يعني ده وراه ايه او ده ابعاده ايه. فده بيبقى يعني بيتطلب مننا احنا كاولياء امور احنا نقعد نتكلم كتير مع اولادنا، ان احنا نقعد نحاول ان احنا نلفت نظرهم للشيء فيما بعد. يعني دايما اقول لبنتي قبل ما تعملي حاجه فكري فيها، قبل ما تعملي اي عمل ما فكري فيه. انا دلوقتي لو رحت عند الكرسي لنجدة مش هقع، مش هتكعبل. طب انا لو قمت وكعبلت يبقى انا قبل ما اعمل الشيء افكر، قبل ما اخطو خطوه افكر فيها. دي بقى ابعادها ايه، لان هو عدم التفكير بيخلي البني ادم يغلط، بيخلي الانسان يتسرع. فتسرعه ده سواء طفل او كبير، فتسرعه ده بيخلي البني ادم يغلط. التسرع ده في حد ذاته مش صح، سواء طفل او سواء حد كبير. فاحنا بما ان احنا بنربي اطفال او بنربي جيل المفروض ان هو بينشأ، فمن ضمن الحاجات ان احنا بنربيه على فكر، شغل مخك قبل ما تيجي تعمل الشيء او تعمل عمل، فكر فيه الاول. يا رب يا رب يكرمنا ان شاء الله ونقدر نعمل حاجة معاهم يعني، ونحاول ان احنا نوري لهم الحياة قدامهم عاملة ازاي، لان يعني دنيتهم صعبة قوي بالذات الصغيرين. يعني انا بحس ان الطفل من سن 5 سنين 6 سنين لغاية 15 سنة ده طفل بالنسبة لي، يعني طفل بجد، يعني لغاية تانية اعدادي تالتة اعدادي ده طفل. ساعات بيبقى اولادنا شحوطه كده وكبار، بس دماغهم دماغ اطفال، وده على فكره ده اخطر. الطفل وباين ان هو طفل، والكبير او يبين ان هو كبير، لكن السن اللي هو بتاع سن المراهقه من 10 ل 15 17 سنه ده يبان ان هو حد كبير وواعي وعنده ادراك وراجل يعني، او بنت بتفهم وهي دماغها بايظه، دماغها محدوده، دماغها صغيره. فاحنا نتعامل معاها على ان هي دماغها صغيره، لان في ناس ربنا ينتقم منهم بيتعاملوا مع السن ده على انه لا ده مدرك وبيفهم وهيتحاسب حساب الملكين ولا ازاي ولا، مع ان هو مش كده، هو طفل، هو طفل وبيتعامل بعفوية وبطلاقة وبانفعالية واللي في قلبه على لسانه والشيء اللي عايزه بيعمله، اللي هو يعني سن المراهقة ده سن اندفاع. فانا ما بحبش اقول سن المراهقه، انا بقول سن طفوله، ان هو طفل برضه، هو طفل. التصرفات اللي بيعملها دي تصرفات طفوله، زي الطفل الصغير اللي عنده 5 6 سنين بس ده على اكبر شويه. لازم تقعد تتناقش معاه كده وتشوف الدنيا في دماغه فيها ايه، هتلاقيه طفل، هتلاقيه طفل. فلازم احنا نقعد نتكلم معاهم، لازم ان احنا يعني نحاول ان احنا نوصل لدماغهم، نصاحبهم. والله بجد يعني اكتر حاجه بتضيع، وبتضيع جيل، يعني في جيل كده وقع كده الفتره اللي فاتت دي بسبب ان الاب بيشتغل وبيسافر بره، ودي من اكتر الحاجات اللي انا بكرهها في حياتي، ان ممكن اكل ملح هنا في مصر لكن ما فيش حاجه اسمها سفر بره. يعني انا من ضد 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 ان الاب ما يبقاش موجود في البيت، دي كارثه. وجوده بس، حتى لو هو مش عامل اي حاجه، يكح بس، مش عايز، انا عايز اكح في البيت، مش عايز حاجه تاني.
فربنا ما يحرم اب من بيته بس وجوده، لكن فكره ان الاب مسافر وبيجمع فلوس وبيجيب فلوس من بره والام هي اللي هنا قاعده بيهم ومطحونه، او حتى لو كانت سيده بيت بس هي من عند خالتها لعمتها لامها لحماتها، فده من اخطر الحاجات، ده من اخطر الحاجات اللي بتخلي جيل مش متربي. ده في اعتقادي سواء صغيرين او كبار. مفيش اب في البيت لو شاف اي تعليق على اي طفل يقول له ده عيب او ده ما يصحش او ده غلط، لمجرد بس ان يبقى موجود في البيت يشوف، لا اصل انا متابعهم بالتليفون، لا اصل انا متابعهم على النت، اصل انا متابعهم باللي مش عارفه، ولا كل ده ملوش 30 لازمه، ولا كل ده ليه 30 لازمه. وجودك في البيت شايف ابنك بيمسك المعلقه ازاي وياكل بيها وبيسمي الله قبل ما ياكل، دي بالدنيا. شايف ابنك هو موجود في البيت بيتصرف ازاي او بيعمل ايه او بيقول ايه او بيلبس ايه بياكل ايه ده بالدنيا. ده هو ده المفروض. وكذلك الأم، طبعا الفترة اللي فاتت الأب بيشتغل بره، الأم مشغولة بشغلها، وكل مدى ما في تكنولوجيا متطورة زايدة، اشي موبايلات، اشي نت، اشي واتس، اشي تويتر، اشي مش عارفة ايه، زادت. دي كارثة، ده الموبايل ده كارثة من كوارث الزمن، والنت ده كارثة من، أنا بدعي ربنا ليل ونهار إن النت يقفل من مصر. ده كارثة. لو بنتي مسكت الموبايل نص ساعة أفضل راحة جاية أشوف هي بتتفرج على إيه. هتقولي لي جايبة كرتون، اقعدي اتفرجي على الكرتونة اللي بتتفرج عليه، لأن أنا متأكدة إن الكرتونة اللي بتتفرج عليه دوت فيه كارثة، فيه كارثة من الكوارث. حتى لو أنت شايفة إن هو أنيميشن أو كرتون أو بس فيه كارثة، اقعدي اتفرجي شوفي إيه المحتوى بتاعه، شوفي هما بيتكلموا عن إيه. كذلك حتى الصغيرين، ويستحسن اساسا من سن 3 سنين او من سنتين، يعني من اول ما الطفل يعرف يمسك الموبايل لغايه 5 6 سنين، يا ريت ما بلاش موبايلات، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. مع ان انا نفسي ما بقدرش، ابني بيحكم عليا ان هو يعني يمسك الموبايل نهار وليل، بس انا يا ريت يا ريت بلاش موبايلات، يا ريت بلاش كرتون. احنا ممكن نقعد نلعب نهزر نعمل اللي احنا نعمله، بس بلاش بلاش موبايل. اولا بيأذي العين، وكهرباء زياده والوان زياده وسرعه وهيبره وحاجات كده، فياريت بلاش. ومن ضمن الحاجات برضو اللي بتجيب هيبره وبتجيب